السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جوري فهد من مدرسة النصر الخاصة. اليوم سنتعلم معا عن الغذاء الصحي في رمضان. ما هو الطعام الصحي في رمضان؟ ما هي الأطعمة المفيدة على مائدة الإفطار؟ أولا، بدء الإفطار بكوب من الماء. يجب علينا أن نشرب الماء كثيرا ليمتد جسمنا بالفوائد الكثيرة. ثانيا، تقليل أكل الأطعمة المقلية واستبدالها بالأطعمة المسلوقة أو المشوية. ثالثا، التقليل من البهارات لأن من شأنها قد تسبب العطش، وخاصة أن الجسم يحتاج الكثير من السوائل. رابعا، تجنب الشربات الجاهزة وسلطات المايونيز لأنها تفتق الفيتامينات وتحتوي على نسبة عالية من الدهون. خامسا، التركيز على تناول شوربة الخضار وسلطة الخضار أو شوربة الفريكة لاحتوائهن على الفيتامينات والألياف. سادسا، تجنب شرب العصير مع الأكل أو بعد الأكل مباشرة لتأثيره السلبي على الهضم وحدوث الانتفاخ. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معي. إلى اللقاء.